تلاقيها بس عايزه تلهف منك قرشين. يا بابا دي واحده ما طلبتش مننا مؤخر ولا حتى رفعت علينا قضيه نفقه. اللي زي دي عمرها ما تكون بتفكر في الفلوس. يا هبل، هي النفقه ولا المؤخر هيبقوا كام؟ دي بترسم على تقيل يا بابا. يا ابني فهمني بقى، ما توجعليش دماغي. 24 ساعه وهجيبها لك لغايه عندك، ده لو كانت في مصر. وحتى لو سافرت انا لازم الاقيها. طيب خليك انت بس في اللي انت فيه وانا مسؤول عنه، خليك مع عروستك. يعني اروح اعمل لها ايه يعني؟ يا ابني انت فرحك بعد يومين. فرح انا؟ ايوه فرحك انت. امال عايز تتجوز بنات الناس سكتي؟ يا بابا لازم نعمل فرح. طبعا لازم، وبعدين احنا مش هنخسر حاجه، ابوها اللي هيدفع كل التكاليف. يا بابا لو كانت الدنيا حامل انا عايز ابني. شوف يا حبيبي، انت ما توصنيش على حفيدي، ده انا اجيبه من عينها لو في اخر الدنيا. خلص انت بس موضوع الفرح على خير ومالكش دعوه باي حاجه. الو وحشتني. اخسى عليك، حتى صوتي مش قادر تعرفه. انا مين؟ مش هقولك. طب خلاص خلاص ما تزعلش. انا يا سيدي واحده بتحبك. بتحبيني انا؟ وما بنامش ليل نهار من حبك. وده من ايه يعني؟ من حنيتك، من رقتك واخلاقك، من تبتك ووسامتك. وسامت انا؟ طب انت عارفه بتكلمي مين؟ امال ايه؟ انت فاكرني يعني ضربت نمره كده وخلاص؟ طب انا مين؟ وهل يخفى القمر؟ غريب بيه بدران، اقوى وانجح واشيك راجل شفته في حياتي. اشيك؟ الله، ده انت درساني بقى. وعارفه عنك كل حاجه، وما فكرش في اي حاجه في الدنيا غيرك. صوتك مالي وداني، ملامحك ساكنة قلبي وعينيا، صورك مالية كل حتة في اوضتي. كل ده وانا مش دريان ولا عارف حاجة. ليالي ليالي بلدي حبيبي مجالي، لا ريح لي بالي ولا داري. ايه ده؟ روبي. ايوه روبي، انت روبي صح؟ روبي بقى روبي بتعكسني؟ معقول؟ هاي روبي روبي.